صباح يا سيدنا. ايوه هو ده استباحة علي روي. احلى استباحة في الدنيا. تعالى يا صاحبي. الدنيا. صباح الخير يا روي. صباح. طول يا راشد. صباحو. اصحى يا منطقة لينا، احنا جينا. صباح. قابل يا عم قرايبك. على فين يا اخت القمر؟ على الشغل. تلاقي لي وش كده غسلية؟ عايز ايه يا علي على الصبح؟ بعرف الناس تكوالي. اهلا. شفت فريق الطنطط قدامي كان لاقي عسلية. متأخرة يا علي وعايز الحق اركب. ازيك يا بنتي يا عسلية؟ تكفوتهم فين؟ صباح الخير يا ام محمد. هتكون فين يعني؟ في البيت. انت هترجع امتى ان شاء الله؟ وانت هتحقق معايا ولا ايه؟ ما ترد عادل يا بنت، هترجع امتى؟ حاضر يا حاضر بالظبط. اصلا نسيت انك بتحب تعمل نمرتين كل يوم في الشارع. تركب يا ست الكل. يوه الله. عسليه ده، انا بركبك ميكروباص. لا اله الا الله، هو انتوا هتفضلوا ماشيين كده ورايا؟ قلت لك هفضل معاكي لغايه ما اركبك. واطرحها فين؟ اكتوبر. طب ما اكتوبر دي سهله. خد 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 خد. اسعد يابا. ابو علي ابو راشد يلا. انا انجز بس البنات. سلام سلام. خلاص مجريتها عندي. خلاص يا ست البنات. تمسك اجرتها. خلاص عم علي روي، خلاص الاجره عنده. علي روي ما يدفعليش اجره. تاخدها ولا انزل؟ ده عينه مني وده عينه مني. الله يا ازرقاتك. يا وحشني الوتد. ادخل يا اخوي. الله. بقالك 3 ايام غطسان، مالكش حد تسأل عليه؟ أنا ماليش في الدنيا غير حد واحد بس. لا الله، ابن عمك واقف، هي شقاوة وقلة قيمة. صاحبي ومني وابن عمي، وأنا ابن عمي على الغريب. ضربة في قلبك. أنا بقيت غريبة دلوقتي. بيهزر يا ستوب، احنا ما بنستغناش برضه. ازيك يا راشد؟ ازيك ست الكل؟ بركة إنك جيت. نعم. أنا على لحم دماغي من الصبح، بقالي 3 أيام. 3 أيام؟ ده انا من يومين عامل معاك الصح ومشربك سيجاره منسيكي اهلك. جرأة ايه يا علي؟ انت بتعد عليا ولا ايه؟ بلعبك يا توتو بلعبك. اسمعي، عايزين كوبايتين شاي وانا هظبط لك زغروفي وانيونك. ايوه ايوه. عمر احنا بقى بكام النهارده؟ 7 استمارات. يعني 700 جنيه وقلبتين اجنبي 50 جنيه و20 فطار و10 قهوه يتبقى كام؟ 600. احلى 600. دي 200 اللي عليك نبقى خالصين. تمام كده؟ تمام. خد رولي بقى عشان نتكيف. طب بقول لك ايه؟ ما اتكل انا على الله واثقوا براحتك. لا نتكيف ونشرب كوبايتين شاي وبراحتنا برضه. الو الو الو. كان اي سبيك تو سو ايه ده؟ انت بتورتن؟ يا سالي يا سالي يا سالي، في واحد بيورتن على التليفون مش عارفه اعمل معاه ايه. يا سالي يلا عاوزه اروح احضر الاكل. مش عارفه ارد عليه، مش فاهمه حاجه منه خالص.
الو هلو يس سير اي وونت تو سبيك تو سوها بليز نو مدام نوت هير وين شي از جوينغ تو بي باك شي ويل بي ات هوم افتر 2 hours اوكي كان يو تيل هير ذات اي فوند هير هو سبيكينغ بليز اتس مستر جو مستر جو هو ار يو ذيس از سالي هير سيرفنت اوكي ديير بليز دونت فورجيت تو تيل هير اوكي اتس ارجنت Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Sally. Sally, I want the blue formal suit. Hard. And he blue for you. I'm doing it twice. معلش حبيبي حقك عليا جوعتك لا يا ابني كان الله في عونك كفايه انك واقف على رجليك طول النهار في الشغل وبعدين تيجي من الشغل على المطبخ عشان تعمل لي لقمه اكلها ما انا عندي اغلى منك اعمل لك بقى شويه كبده اسكندراني تاكلهم وننزل نجوزك على طول مش لما نجوزك انت الاول هتجوز هنروح فين يعني بسم الله قول لي عامل ايه في العماره اللي في ايدك والله يا حاجة شغلنا زي الفل وقرفتها زي العسل منك بس راضي عني والناس صحاب الشغل حلوين قوي زي الفل ادوني عربوني 2000 جنيه استفدت معهم بقى لازم افك الشغل بتاع الكهرباء العويل اللي كان قبلي ده حته ود ولا عنده ضمير ولا يفهم في الشغلانه ما اتكهربش في باريزه قبل كده والله العظيم مش هنعمل ايه بقى هو مش تربيت لسه جميل الكهرباء انت بتجاملني يعني ربنا يبارك فيك يا ابني ويرزقك الو عامله ايه انت اللي عامله ايه عشتين على ميعادنا طب انا ولا زواغي ولا ايه لا انا قاعد بتعشى مع الحاج وشويه غني ماشي يلا مع السلامه ايه انت خارج انت يعني مش سامع عليك يا راجل اه مش سامع ما انت عارف اني خارج ربنا يهنيك يا ابني هتجيبها لي امتى؟ تصبر بس على ابنك الصبر جميل يا عم جميل انت عارف انك بيحب يتأنى ليه؟ خير البر عاجله اذا كانت حلوه وعجباك وشبهنا كده يعني يلا اتكل على الله وربنا يوفقك حاضر يا باشا حاضر